تريد أن يهديك الله الصراط المستقيم، فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو هذا الصراط المستقيم؟ قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن من هذه الأمة من يسجد للقبور وهم يدعون الإسلام، فهل يجوز أن نلعنهم؟ نعم، من سجد لغير الله فإنه يكفر بذلك، لأنه عبد غير الله. السجود هو أعظم أنواع العبادة، هو أعظم أركان الصلاة، فلا يجوز السجود لغير الله. ولكن نبين لهم أن هذا شرك وأن هذا ضلال، نبين لهم ونوضح لهم. وأما مسألة لعن المعين فهذه فيها خلاف بين العلماء، أما لعن الكفار عموما، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، هذا جاء في القرآن، لعن العموم من هؤلاء. أما الأعيان والأفراد فهذا فيه خلاف، هل يجوز لعنه أو لا يجوز؟ القريب أنه ما يجوز لعنه، لأنه لا يدرى ما يختم له أو ما ختم له به، يدرى هل مات على الكفر أو ما مات. نعم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.